يلا بقى تعالوا نروح نشوف نتائج الفرق الجماعيه في النادي الاهلي في الاسبوع الماضي، ونعرف كمان هنلاعب مين في الاسبوع اللي جاي على شاشتنا هنا. كره اليد رجال، الاهلي كسب وفاق عين التوته الجزائري 36-31، وكسب كمان امل سكيك ده الجزائري 30-19، وكسب بلديه ميلا الجزائري 40-19، وكسب اولمبيك عنابه الجزائري 40-21. كرة اليد سيدات، كسب دي جي اس بي الكونغولي 26-21، وكسب اول اغسطس الانجولي 23-27، الابيار الجزائري 29-17، ابيجان الايفواري اللي هو يعني زي اسك ابيجان في الكوره كده 28-16. هنروح لكره السله رجال، الاهلي واويلرز الاوغندي في بطوله البال طبعا اللي شغاله دلوقتي، الاهلي 99-67 للاهلي بنغازي الليبي 98-86، بنجي سبور 85-79، وطبعا النتيجه بتاعت امبارح اللي هي فرق نقطه لسيتي اويلرز 81-82 في بطوله البال. كره السله سيدات، الاهلي ومصر للتامين دوري السوبر 126، وطبعا المباراه الثانيه ما احتاجناش نلعب لقاء ثالث 53-37 في مصر للتامين ايضا يتاهل الى نصف نهائي دوري السوبر. تعال نشوف بقى هنلاعب مين كمان او لا، لسه معانا طايره رجال اهو، سبور الكونغولي 3-0، والشرطه الرواندي 3-0، والنصر الليبي 3-0، النتيجه ثابته يعني، ومرودية بوسالم التونسي 3-0. المباريات القادمه بقى، الاهلي في بطوله الدوري الافريقي لكره السله رجال اللي هو البال هيلاعب اهلي بنغازي الليبي يوم 26، ويوم 27 الاهلي وبنج سبور في بطوله الدوري الافريقي لكره السله رجال ايضا البال. بعد كده نصف نهائي كأس مصر لكرة الطائرة رجال، الأهلي وبتروجيت يوم 27 أيضا، وبعد كده عندنا يوم 28 نهائي كأس مصر لكرة الطائرة رجال، الفائز من الأهلي وبتروجيت والفائز من الزمالك وطلائع الجيش. هنروح بعد كده لنصف نهائي كأس مصر لكرة السلة رجال، الأهلي هيلاعب الجزيرة يوم 30، ويوم 1/5 الأهلي هيلاعب هليوبلس في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة سيدات، والفائز من مباراة الأهلي والجزيرة هيلاعب الفائز من مباراة الاتحاد والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة السلة رجال يوم 2/5 إن شاء الله. يعني كل التوفيق لفرق النادي الأهلي في الأسبوع القادم، مباريات مهمة كلها، ونتمنى لهم كلهم التوفيق.